السلام عليكم. يوم جديد وبلد جديد. حاليا نحن في كوسوفو او مثل ما يسموها اهل البلد كوسوفا. هذه البلد ما انها معترفه 100% من كل الدول. مثلا اول ما تدخل من الحدود تلقى علم البانيا. استغربنا لما سالنا عن ذا الموضوع قالوا اساسا هي تحت البانيا ولكن انقسمت فهي البانيه وما البانيه وهذه الامور. لما تشوفها في جوجل موضوع ثاني تماما. يعني جوجل ماب سيجك ما في ابدا اي خريطه لكوسوفو، ولكن هي من ضمن خرائط صربيا. يعني لما تكتبوا برشتينا اللي هي عاصمه كوسوفو تلقوها تحت خرائط صربيا، يعني ما اعترفوا ولا حتى في جوجل ماب بتشوفوها بخط منقط. يعني هي دوله مسلمه جميله راقيه وفيها من العراقه والحداثه وكله. كوسوفو او كوسوفا ما محتاجة أي فيزا للخليجيين، فهي فري فيزا. وإذا عندك شنغن خير وبركة، لكن هي ما محتاجة فيزا. هي تستخدم اليورو في تعاملاتها، فبهذه الناحية أنت ما محتاج أبداً أنك تصرف عملة، فقط اليورو يمشي فيها كل. هذه من الأشياء الجميلة فيها. أهم مناطقها برشتينا اللي هي العاصمة، بريزرن اللي هي المدينة التاريخية والأماكن الحلوة اللي فيها. وفي منطقة ثالثة بعيدة كذا شوية اسمها بيا. حاليا نحن موجودين في ألبي مول. ألبي مول هو مول كبير موجود في العاصمة برشتينا، هو أهم وأفضل المولات اللي موجودة. ألبي مول موجود فيه 6 صالات سينما، بولينج ومعايش يعني ترفيه ومطاعم ومقاهي وكل شيء. يعني مول يعني ما تتصور أن المولات الكبيرة جدا، ولكن هذا يعتبر من أهم مول موجود في البلد ككل، وهو في العاصمة. السلام عليكم. واخيرا وصلنا الى بريزرن. بريزرن هذه تعتبر المدينة التاريخية الاثرية في كوسوفو. صحيح ان العاصمة هي برشتينا، ولكن بريزرن هي الجمال وهي الطبيعة وهي التاريخ والعراقة. هذه إطلالة من فيلتنا اللي استأجرناها في بريزرن. شوف الجمال وشوف الطبيعة وشوف قمة من البيوت. السلام عليكم. تحية خاصة من وسط مدينة بريزرن. هذا هو مسجد سنان باشا، وانا حاليا فوق الجسر الصخري الستون بريدج، وهذا هو وسط المدينة. ما شاء الله مكان مثالي جدا وحلو جدا، وهذه هي الاجواء حوالينا. هذا يعتبر من افضل الاماكن للسكن. دائما يفضل انك انت تسكن قريب من هذه المنطقة عشان الحياة الليلية والحياة والمتعة والحيوية. هذا احد الفنادق اللي موجودة حوالين هذه المنطقة، شوفه واختار اي شيء قريب. او اذا حبيت انك تسكن يعني تشوف من booking.com او Airbnb او غيره، اكتب سنان باشا، هذا هو سنان باشا، او اكتب ستون بريدج اللي هو انا عليه حاليا. دائما يفضل السكن هنا، لا تنسى هذه المعلومة. نبيل، وش لاحظت في هذه البلد؟ ايش رايك فيها؟ وش كيف؟ والله لاحظت انه ما شاء الله يدخل اللغة الانجليزية بطلاقة عكس الدول السابقة، يعني مقدونيا بلغاريا ولكنها تم أمريكية، كبار السن وصغار السن يعني ما شاء الله عليهم طرح. ما شاء الله فرق كبير بصراحة. ما توقعنا هذا الشيء أبدا. عانينا من شوية من اللغة، لكن هنا اللغة الإنجليزية منتشرة. خرافة القفول موجودة هنا بعد على النهر مباشرة، وهذا هي الإطلال اللي موجود. طبعا من الخرافات اللي موجودة على الحبايب اللي عندهم القفول وهذه السؤال. على العموم ما عليكم منهم، مهتموا بالمنظر. حركات ثانية موجودة على الأشجار. شوف أشجار زينة، مسوي لهم إذا كنا شغل شراشف ولا ويش هذا بالضبط، الله أعلم. لكن على كل الأشجار في الممر هاي كلها ترى مثل القطن ولا إيش هذا، أذكر يعني الحريم كان يخيطنها مرة. ايوه تذكرت اسمه. اذكر يقولوا الحريم كوروشي.
عاد الله على هذا الحين اسمه كروشي. بصراحة هذا الكروشي اللي مسواه على الشارع أشكال وأنواع، شيء غريب صراحة وحلو يعني، عاطي جو للمكان، فيه من الكبير للصغير وكذا، كنا لبسة كاملة على كل شجرة. من الأشياء الترفيهية اللي ممكن تحصلها في وسط المدينة هي مثل القطار اللي يمررك على بعض الأماكن في وسط المدينة، يعني مسوين حركة بسيطة للعوائل مع إنه ما فيها أشياء كثير. شو إحنا في الشارع والقطار يمشي، شارع عام بالسوق، وهذه حالته في كوسوفو. حاليا أنا في الساحة الخلفية للمسجد، هذا هو مسجد سنان باشا. سنان باشا من الخلف فيه هنا مثل السوق الشعبي الصغير اللي هو فيه تذكارات وغيره. شوف ما شاء الله هاي الأماكن الحلوة. على العموم اخترت هذا، ما أعرف إذا يبان ولا لا، اللي هو The Stone Bridge، تذكار لهذه البلد. من الأشياء الحلوة اللي أنا سألت فيها الموظف اللي هنا عندهم راعي المحل، قلت لهم ليش كثير من الأعلام هنا تدل على ألبانيا، فقال بالإنجليزي يعني قال It's two countries but one nation. وإيش معناها؟ نحن بلدين ولكن أمة واحدة. هذا عشان أبين لك أنت عنيه. شوفوا هذه اللبسة مثلا، على يمينها هذا علم ألبانيا، وعلى يسارها هذا علم كوسوفو. هذا اللي كان يقصده الشخص بالضبط، اللي هو نحن بلدين ولكن نحن أمة واحدة، two countries but it's one nation only. يشتهر مطعم مراشي بإطلالته وجلساته على النهر، في جلسات داخلية، في هذه جلسات خارجية، وهذا المحيط اللي حواليه، وطبعا هذا جسر الخاص. شوف مراشي رسم. عم بتشتي الله ما شاء الله، ضربني مطر قوي قوي قوي. هذا هو الممشى من بعد مراشي، يعني من بعد ما نخلص وش اسمه المطعم نمشي سيدة، وهذا هو الممشى والنهر، وهذه مدينة ملاهي صغيرة حاليا قفلت تو حاليا بسبب الأمطار، وهذه هي المناظر. شوف كيف، سبحان الله. في بريزلن في هناك مول واحد يسمى ABI سنتر، مثل ما شفتوا قبل في برشتينا، في موجود ALBI مول، هنا في ABI سنتر. ABI سنتر في مكان للألعاب للترفيه للأطفال، غير عن المول نفسه، وهناك طبعا مكان للطيطات واللعب، مكان صغير على قدهم ولكنه موجود، يعني في حالة العوائل. صحيح ان هذه البلدان ما فيها كثير بالنسبة للعوائل والأطفال والترفيه، ولكن موجودة الأشياء الصغيرة.